بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن كتاب المناسك. والمصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب المناسك. وقد وافق في هذه التسمية أصل الكتاب، وهو كتاب المقنع لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. وإلا فإن كثيرا من المصنفين، ومنهم المؤلف نفسه في الإقناع وصاحب المنتهى وغيرهم، يعبرون عن هذا الباب بباب الحج. والمراد بالمناسك جمع منسك، وهي العبادة. والمقصود أنه يبحث في هذا الكتاب العبادات التي تؤدى في الحج، فكأن الحج يشمل على عبادات وعلى عادات ليشهدوا منافع لهم. وأن المقصود بهذا الباب إنما هو الحديث عن العبادات التي تشرع في الحج، ولذا سموه بكتاب المناسك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. أما الحج فكونه واجبا فبإجماع أهل العلم، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ولقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهم أن النبي وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد أركان الإسلام عد منه: وأن تحج بيت الله الحرام، أو حج بيت الله الحرام. وبإجماع أهل العلم أن الحج فرض على كل مسلم قادر بشرطه. وأما العمرة فكونها واجبة فقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا أمر بالإتمام لمن دخل فيها، وأمر بالأداء لها ابتداء. وقد قرن الحج والعمرة فدل على أن حكمهما واحد. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها يدل على أن العمرة واجب. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء حج؟ قال: نعم، حج لا جهاد فيه. ومن ذلك ما روى الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. وقد قوى الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الحديث وقال إنه على شرط مسلم. وقد جاء من حديث أبي رزين رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الرجل: أحج أن أباه قد مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فدل ذلك على أن العمرة واجبة على كل مسلم على أو بشرطها. قال الشيخ: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. بدأ الشيخ يتكلم عن شروط الحج، ولنعلم أن شروط الحج ثلاثة أنواع: شروط هي للصحة، أي لصحة الفعل، وشروط للإجزاء، للإجزاء يعني أن الفعل صحيح لكنه غير مجزئ، وتسمى شروط الإجزاء بصحة الفرض. الأول صحة الفعل، والثاني صحة الفرض، صحة الفرض وهو الذي يسمى بالإجزاء، أي أن الفعل الحج يكون صحيحا لكنه يكون نفلا ولا يكون مجزئا. والنوع الثالث من الشروط هي شروط الوجوب، فإذا تخلفت وأدى المرء الحج معها فإن حجه صحيح ومجزئ عن الفرض، ومجزئ عن الفرض. إذن هذه أنواع الشروط الثلاثة. نبدأ بكل واحد من هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونبين من أي الأنواع الثلاثة هي. قال: واجبان على المسلم، وشرط الإسلام شرط للصحة، فمن حج وهو غير مسلم فإنه لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام إن أسلم، ولا نقول إنه أسقط الواجب عليه من باب أولى. إذن فالإسلام شرط لصحة الحج. نعم،
كما تقرر سابقا أن الكفار معاقبون ومؤاخذون على الفروع، فروع العبادات، وعلى الأصول معا، ولكن لو أدى أحد منهم شيئا من فروع العبادات لم تصح منه. قال: والشرط الثاني، أو قال: واجبان على المسلم والحر. الحر هذا هو الشرط الثاني، أي الحرية، فيشترط لإجزاء الحج، فكانت الحرية شرط من النوع الثاني، وهو شرط إجزاء، أن يكون المرء حرا، لأن القن ليس مالكا لنفسه، فلذلك يمكن لسيده أن يعجزه، فالحر لابد أن يكون فالحاج لابد أن يكون حرا ليجزئه حجه. قالوا: ولأن الحج عبادة بدنية ومالية معا، اجتمع فيها هذان الوصفان، ومن شرط المالية أن تكون من مال الشخص نفسه أو بقبوله، والحر لا يملك مالا. قال: واجبان على المسلم والحر المكلف. المراد بالتكليف أمران: الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني الجنون. المراد به أمران: البلوغ والجنون. فأما البلوغ، أي فأما اشتراط البلوغ، فإنه شرط إجزاء، فإنه شرط إجزاء، بمعنى أن من كان دون البلوغ فإنه يصح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. وأما الجنون فإن الاشتراط إنما هو شرط صحة، لأن المجنون لا يصح أن ينوي الحج، لا بد له من نية ولا يصح أن ينوي. وأما الصبي وإن كان دون سن التمييز فإنه تصح عنه النية، كما سيأتي، لأن جابر رضي الله عنه كما في مسلم قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فدل على أن ولي الصبي ينوب عنه في التلبية وفي النية. إذن فقوله المكلف يشمل أمرين: يشمل الجنون فيكون اشتراط العقل من شروط الصحة، ويشمل التكليف ويكون اشتراط البلوغ ويشمل البلوغ فيكون اشتراط البلوغ من اشتراط أو من شروط الأجزاء. قال: وهو الشرط الخامس القادر. القادر والقدرة هي من النوع الثالث من الشروط، وهي شروط الوجوب، بمعنى أنها أن غير القادر لو حج فإن حجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، ومجزئ عن حجة الإسلام، وسيأتي تفصيله بعد قليل. قال: في عمره مرة. الحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حج في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، إنما هي مرة واحدة. فدل على أن الحج إنما هو مرة واحدة في العمر، وما زاد فإنه يكون نافلة. قال: على الفور. على الفور، والدليل على أن الحج يجب على الفور ما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تعجلوا بالحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له. فدل ذلك على أن التعجل بالحج لازم وواجب. والمراد بالفور أي من حين تحقق الشروط، شروط الوجوب وهو الشروط السابقة جميعا، وهي شروط الصحة والإجزاء والوجوب. فمن حين يبلغ الشخص وهو قادر بنفسه أن يملك مالا يستطيع به أن يحج ويكون للمرأة محرم معها، فحينئذ تكون مخاطبة أو يكون الرجل مخاطبا بوجوب الحج، فيأثم على تأخيره، فيأثم على تأخيره. وبعض أهل العلم يجعل وجوب الحج على الفورية مندرج تحت قاعدة أن الأصل في الأمر الفورية، أن الأصل في الأمر الفورية، وفي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، فدل على أنه يجب على الشخص أن يبادر إليه. يقول الشيخ: فإن زال الرق، أي ذهب الرق فأعتق الشخص، والجنون، بأن صح المرء المجنون، والصبا بأن بلغ الصبي في الحج بعرفة. يعني إذا كان الشخص بعد دخوله في النسك، بعد دخوله في النسك كان مجنونا أو قنا أو صبيا، الدخول في النسك بالنسبة للقن سهل جدا، هو ينوي بنفسه، أليس كذلك؟ والصبي إن كان دون سن التمييز من الذي ينوي عنه؟ وليه،
وأما ما كان بعد سن التمييز فإنه ينوي عن نفسه. وأما المجنون فإنه لا يصح أن ينوي، وإنما تتصور هذه الصورة بأن يكون قد أحرم عاقلا ثم جن بعد ذلك، ثم صحى بعرفة، طيب. قال: فإذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. المراد بعرفة أي قبل خروجه من عرفة، أو أن نقول أيضا يجوز أن يكون بعد خروجه منها وقبل فوات وقتها، كأن يكون ذهبوا إلى مزدلفة فصحى هناك أو بلغ الصبي، فأمكنه أن يرجع إلى عرفة، لأن هذا وقتها، فحينئذ نقول إنه يصح، يصح حجهم. وهنا مسألة اختلف فيها المتأخرون، هل نيته بالإحرام الأولى التي تكلمنا عنها تكون صحيحة أم أنها تكون موقوفة؟ وعلى الرأيين جميعا فإن حجه صحيح، نعم. يقول الشيخ: وفي العمرة، أي فإن زال الرق والجنون في العمرة قبل الطواف، العمرة صح فرضا، أي أجزأه عن الحج وأجزأه عن العمرة. لماذا؟ نقول: لأن أول أفعال الحج أدركها وقد استوفت الشروط، أول أفعال أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة أو الطواف بالبيت لمن كان محرما بعمرة. وأما نية الدخول في النسك فقد ذكرنا قبل قليل أنها تكون نية، موقوفة، تكون نية موقوفة على تبين الحال، طيب. قال: وفعلهما، طبعا مفهوم هذه الجملة أن من بلغ بعد الخروج من عرفة ولم يرجع إليها، أو بعد انتهاء وقت عرفة كأن يكون في منى، أو بعد البدء بطواف الإفاضة، طواف العمرة، فنقول إن حجه وعمرته لا يجزئانه، طيب، وإنما ينقلبان نفلا. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الشيخ إن الصبي إذا حج والعبد إذا حج وهو القن، إذا حج أو اعتمر فإنهما يقعان نفلا. وهذا مفهوم من كلامنا قبل قليل حينما قلنا إن الحرية شرط إجزاء، إذن كل أن الحرية عفوا أن الحرية والبلوغ كلاهما شرط إجزاء، فمفهوم هذا الكلام أنهما إذا حج أو اعتمر فإنه يكون في حقهما نفلا، يؤجران، أجر النافلة ولا يصدر عنهما الواجب. نعم. والدليل على أنه يصح الحج منهما ما جاء من حيث ابن عباس في الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. فدل ذلك على أن حجه صحيح، ولكنه بإجماع أهل العلم ليس مجزئا له لأنه ليس ببالغ. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل الشرط الرابع والخامس من شروط الحج، وهو شرط القدرة، فقال: إن فقال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا. الراكب هو من اجتمع فيه وصفان: أولهما قدرته وصحته على الركوب والتنقل، والأمر الثاني أن يجد زادا ومركوبا ينتقل به من موضعه إلى الموضع الآخر. إذن هو مجموع أمرين. طبعا الدليل على هذا الأمر الذي ذكر المصنف ما جاء من حديث ابن عمر مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. والراحلة لا تكون إلا لمن كان مستطيعا الركوب عليها. طيب. أما الأمر الأول وهو من أمكنه الركوب فسيأتي بعد قليل بيان من تخلف فيه هذا الشرط، وهو عندنا قول المصنف: وإن أعجزه كبر أو مرض، سيأتي بعد قليل. نبدأ بالشرط الثاني أو الوصف الثاني، لأنه مجموع وصفين، القدرة مجموع وصفين. الوصف الثاني قال: ووجد زادا ومركوبا. عرفنا دليله من قول ابن عمر رضي الله عنه، وقول المصنف هنا وجد، أي ملك، وبناء على ذلك
فإن الشخص إذا وعد بمال أو تبرع له بمال، بذل شخص آخر له مال وقال حج بهذا المال، فإنه لا يلزم ولا يجب على هذا الشخص أن يحج بهذا المال. شخص ليس عنده مال ولكنه صحيح في بدنه ومؤنة حجه 5000 مثلا، نضرب مثالا، فقال شخص سأعطيك، هذا وعد، أو بذله قال خذ وحج، نقول لا يلزم الشخص أن يقبل هذا البذل، لا يلزمه أن يقبله، لكن إن أخذ المال وتملكه وأصبح في ملكه وكان زائدا عن حاجته وجب عليه الحج. إذن فقول المصنف ووجد أي ملك، فقوله وجد بمعنى ملك، فإن بذله له غيره لم يكن مستطيعا. الأمر الثاني الزاد هو الطعام وما في حكمه. قول الشيخ أو مركوب ومركوبا، المركوب هو ما يركب به ويتنقل، وقد كانت الدواب في الزمان الأول وأصبحت في زماننا هذه سيارات وطائرات. هذا اشتراط المركوب الفقهاء يقولون إنما هو شرط لمن كان يبتعد عن مكة أكثر من مسافة القصر، وأما من كان من أهل مكة أو بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فلا يلزم توفر المركوب، وإنما يكتفى بتوفر الزاد في حقه ليكون مستطيعا. إذن المركوب إنما هو لمن كان بعيدا عن مكة أكثر من مسافة القصر. قال الشيخ صالحين لمثله. قوله صالحين لمثله، هذه المثلية تختلف باختلاف الأشخاص، إما باختلاف صحة أبدانهم وإما باختلاف جنسهم، فالذكر غير الأنثى، وإما باختلاف أسنانهم، فالصغير غير الكبير الهرم، الصغير طبعا الشاب ليس كالشيخ الهرم، وإما باختلاف حاله، وإما باختلاف حاله، فبعض الناس قد يجد مركوبا لكن مثله لا يركب هذا المركوب، فهنا نقول إنه ليس واجدا لمركوب، يعني يمكن أن يحج به فيسقط عنه الوجوب، فيسقط عنه الوجوب. قال بعد قضاء الواجبات، المراد بالواجبات أي الواجبات الشرعية من الزكاة وما في حكمها، والواجبات عليه من الديون، الزكاة قد تكون زكاة مال وقد تكون زكاة فطر مثلا تأخر في قضائها، أو الواجبات عليه من الديون كأن يكون قد استدان من امرئ فينظر ما الديون التي عليه فيقضيها، فإن بقي من المال الذي معه شيء فاضل عن حاجته فحينئذ فإنه يحج أو يلزمه الحج به. قال والنفقات الشرعية، المراد بالنفقات الشرعية النفقة على الزوجة وعلى الأبناء، والنفقة على القرابات ممن تلزمه النفقة، وسيأتي معنا أن من تلزمه النفقة يكون بواحد من أمرين، إما بالعرف وإما بحكم حاكم، أو النفقة على الخادم الذي يكون عنده وهو الخادم الذي يملكه فهو الذي يجب عليه النفقة عليه، وأما الخادم الذي لا يملكه طبعا الآن لا يصبح هناك ملك، وأما الخادم الذي لا يملكه فإن نفقته ليست بواجبة إلا بعقد، بعقد كأن يلتزم الشخص بعقد أنه ينفق عليه فيكون كذلك. ومثله نفقة أيضا ويلحق به النفقة على الدابة والحيوان الذي عنده. قال وبعد، أي بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، هناك أمور يحتاجها الناس ليست من الواجبات وليست من النفقات الشرعية لكن يحتاجها الناس، ولذلك مثلوا له بأشياء كثيرة، قالوا مثل الخادم، فإن بعض الناس لعرفه أو لوضعه الصحي يحتاج خادما، فنقول هنا يلزمه أن لا يبيع خادمه إن كان مملوكا أو لا يمتنع من استئجاره إن كان مستأجرا. ومثلوا له أيضا قالوا بكتب العلم، فإن طالب العلم لا غنى له عن كتبه، وهنا فائدة نخرج عن الفقه قليلا لنعلم أن المرء إذا أراد أن يتحصل على العلم فلا بد له من 5 أمور، أحدها الكتب، هذه الأمور الخمسة أولها الحفظ، والأمر الثاني الأخذ عن الأشياخ، والأمر الثالث القراءة في الكتب، والأمر الرابع المدارسة والمذاكرة مع من هم في مثله وفي يعني جالسهم هذا يسمى مجالسة أهل العلم مثل ما فعل أبو الدرداء مع معاذ، والأمر الخامس التعليم، فإن العلم إنما يزكو وينمو
ويزيد ويتبارك لصاحبه ببذله بالتعليم. وليس المراد بالتعليم أن يتصدر، وإنما يعلم المرء من أمكنه أن يتعلم منه. ولذلك لما قيل إن فلانا إنما كان معلم صبيان قال الذهبي: وكفاه شرفا أن يكون معلما للقرآن. فالمقصود أن هذه الأمور الخمسة من الأشياء المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها، والشيء الذي يحتاج إلى مؤنة إنما هو كتب العلم، إنما هي كتب العلم. يقول الشيخ: فإن أعجزه كبر. بدأ الشيخ بذكر محترزات الضعف في البدن فقال: إن أعجزه كبر. طبعا العجز هنا الدليل عليه هو الدليل على الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، أو الوصف الذي قبل قليل، إن أمكنه الركوب. لأن تلك المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فدل ذلك على اشتراط الاستقامة والقدرة على الركوب على الراحلة. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المحترزات أو ما يخالف ذلك، فقال: إن أعجزه كبر، بأن كان كبيرا في سنه. والمراد بالكبر الكبر الذي يمنعه من الركوب ويمنعه من الحركة. وهالكبر ليس ملازما للسن، فقد يكون الشخص موصوفا بالكبر وهو في 50 أو في 60 حينما تغلب عليه أمراض الكبر. فالكبر يقصد به السن، والأمراض المصاحبة للكبر، والأمراض المصاحبة للكبر من ضعف في البدن وهشاشة في العظم وعدم قدرة على التنقل ونحو ذلك. قال: أو مرض، أو مرض لا يرجى برؤه. المرض قالوا على نوعين: مرض يرجى برؤه فيبقى الحكم باق في حقه، فيبقى الحكم باقي في حقه، وهناك مرض لا يرجى برؤه. ومثلوا لذلك قالوا: حينما يكون الشخص ضوي الخلقة، ضعيف هزيل جدا، لا يستطيع أن يتنقل، بعض الناس من شدة ضعفه لا يستطيع التنقل، قالوا هذا لا يرجى برؤه. أو كان ثقيلا جدا، سمين سمن يعني زائد عن العادة ولا يتنقل به، فهذا أيضا في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. أو الأمراض الكثيرة التي نعرف الآن مسمياتها ويقدر يعني كثير من الأطباء عدم الشفاء منها، وفي نفس الوقت تمنع صاحبها من الركوب والتنقل ونحو ذلك إلا بمشقة، فحينئذ لا يجب عليه الحج. طيب، قال: فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. هذان الوصفان هما يعني الذي تخلف فيه الوصف الأول من القادر، فنقول يثبت عليه حكمان. الحكم الأول أنه يسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب وهو مفهوم الجملة التي قبلها. والحكم الثاني ما ذكره المصنف أنه يجب عليه أن ينيب شخصا آخر يحج عنه ويعتمر. إذن نحن قلنا إن القادر فيه وصفان: أن يمكنه الركوب وأن يجد زادا وراحلة. من عجز عن الزاد والراحلة سقط عنه الوجوب إلى غير بدل، ما يلزمك أن توكل أحدا. لكن من عجز عن إمكان الركوب فقط لكنه واجد للزاد والراحلة، نقول سقط عنك الوجوب، ولكن يجب عليك أيضا أن تنيب شخصا آخر يحج عنك ويعتمر. نعم. قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. والدليل على أنه يشترط ذلك، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما جاءه رجل فسأله عن أبيه وقد مات ولم يحج حجة الإسلام، بهذا اللفظ عند النسائي، ولم يحج حجة الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، أفرأيت إن كان عليه دين أفكنت قاضيه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من عليه دين يجب قضاؤه، فكذلك إذا كان حيا وعنده مال فجعل الحج معنى الدين، فغلب معنى الجانب المالي فيها، لأن نحن قلنا في البداية أن الحج عبادة مالية وبدنية، فهنا غلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجانب المالي فيها. قال: لزمه أن يحج ويعتمر عنه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. سيأتي بعد قليل أو بعد هذه الجملة في ذكر شروط من الذي يحج عنه ويعتمر. وقبل أن ننتقل لهذه الشروط نقول إن هذا الذي لم يستطع الركوب وكان غير قادر على الحج، إذا لم يجد نائبا يعني بحث بالشروط سنذكرها بعد قليل، فلم يجد أحدا من أهل بلده يقول سوف أذهب أحج عنك، أو وجد
ولكنه جعل له شروطا فيها معنى التعجيز والخروج عن العادة، حينئذ نقول إن من لم يجد نائبا فإنه يسقط عنه الحج بالكلية، فيكون كحكم من لم يجد زادا وراحلة. طيب، يقول الشيخ: ويعتمر عنه من حيث وجبا. هذه مسألة مهمة جدا، أن كثيرا من أهل العلم ومنهم فقهاء المذهب يرون أن النائب في حج الفريضة، شوف، النائب في حج الفريضة يجب أن يحج عن المنوب عنه من حيث وجب عليه، من حيث وجب عليه أي من بلده. فلو أنني مثلا من أهل الرياض وكنت عاجزا عن الحج، يقولون فيلزمك أن تنيب من يحج عنك من أهل الرياض أو ممن هو أبعد. ما السبب؟ قالوا لأن الحج عبادة بدنية ومالية، فننظر للمعنى المالية هنا، يجب أن ننظر إليه. فالمؤنة من الرياض ليست كالمؤنة من أهل مكة أو من أهل المدينة. لذلك يقول الفقهاء، وهو قول جماهير أهل العلم أيضا، أو جمهور أهل العلم، نقول جماهير، جمهور أهل العلم، أنه يجب أن يكون النائب في حج الفريضة من حيث وجب عليك. فتنيب شخصا من أهل الرياض أو تنيب شخصا ممن هو أبعد، أما ممن هو أقرب فيقولون لا يجزئ، لا يجزئ. وقبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، هنا بس فائدة نذكرها، يعني طرأت على البال. بعض الناس يظن أن الإنابة هي الاستئجار، يظن أن الإنابة هي الاستئجار، وهذا غير صحيح. الإنابة غير الاستئجار، الاستئجار تكون أخذ الأجرة على العمل، بأن تأتي لشخص فتقول خذ مالا لتحج، هذا ما يجوز. ما الدليل على أنه لا يجوز؟ قالوا لأن من حج ليأخذ المال لم يكن عمله لله عز وجل، لم يكن عمله لله عز وجل وإنما للمال، وبناء على ذلك فإنه لا يؤجر عليه. فما دام لا يؤجر عليه إذن لا يؤدي الفرض عن صاحبه. طيب، إذا من الذي يناب؟ تبحث عن شخص يريد أن يحج، يحج. طبعا من حج عن غيره لن يعدم أجرا في نفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولك أجره، ولك أجره لتلك المرأة، عن الذي حجه الصبي، ولك أجره. إذا المقصود أن من حج عن غيره لن يعدم أجرا، والله عز وجل كريم، ولكن يعطى أجرة الزاد والراحلة فقط، قيمة الحملة بلغتنا السهل الآن، كم قيمة الحملة؟ خذ قيمة الحملة فقط، ما زاد عن أجرة الزاد والراحلة يحرم، لأن عمله هذا غير متقوم، ما له قيمة، ما له قيمة، غير متقوم. في أشياء تقوم في الشرع وأشياء لا تقوم، تعليم القرآن لا يقوم، التنقلات يعني الزاد والراحلة مصروف الجيب زي ما يقولون، مصروف الجيب. أما أن تأخذ شيئا لتتكثر به لا يجوز. وفيما أحسب وأظن، وهذا علم قاصر مني، أن هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه. ولذلك يقول الفقهاء نصوا صراحة على أنه إن زاد عن الزاد والراحلة شيء يعني إن زاد عند النائب شيء من الزاد والراحلة فيجب عليه رده لصاحبه، لأنه نائب بمثابة الوكيل. ولذلك يقول الفقهاء لا يمكن أن تجد نائبا، إذا لم تجد إلا من يريد أن يأخذ أجره هذا ليس بنائب، هذا مستأجر. لا، أنا أبحث عن نائب، تبحث عن رجل صالح يريد أن يحج لله عز وجل، يريد أن يحج لله عز وجل، فهذا هو الذي يكون نائبا وهو الذي يجد. طيب، سمي شيخنا، سمي شيخي، مستأجر، نعم، المستأجر يجزئ في حقه؟ لا، المستأجر هم الفقهاء يقول لا، يجب أن يكون نائب ما يكون مستأجر، يجب أن نفرق بين المستأجر والنائب. هو نية طيبة، الباذل إن شاء الله نية طيبة، إنما ذاك هو الذي يعني الإثم إنما يكون على المستأجر. يعني لو أنا أعطيت شخصا مبلغا ليحج مثلا، وذاك الرجل إنما أخذه تكسرا، الإثم عليه، أنا إنما أعامل الناس بالظاهر، فأنت برئ ما بينك وبين الله عز وجل. يقول الشيخ: ويجزئ عنه أي ويسقط عنه الوجوب وإن عوفي، وإن عوفي بمعنى لو أن امرأ كان مريضا، لنفرض أن نقول كان سمينا،
أو كان مرضه لا يرجى برؤه، أو كان نحيفا جدا، ثم بعد ذلك أناب عنه غيره، وبعد انتهاء الحج عوفي شفي وأصبح بدنه قوي يستطيع الحج، نقول سقط عنك الوجوب، سقط عنك الحج. لما؟ لأن ذلك الحج جاء في بشرطه وفي محله، ولذلك يجزئ عن صاحبه. يقول الشيخ بعد الإحرام، أي ولو كان شفاؤه، أي المريض شفاؤه بعد الإحرام، بعد إحرام النائب، يعني حين وصل للميقات ولبى، قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا، شفي. نفرض مثلا شفي قبل أن يبدأ بالركن الأول بعد الإحرام، نقول أجزأتك ولا يلزمك أن تحج ولا تعتمر. لما؟ لأنه دخل في أول أفعال النسك، أول أفعال النسك وهو الإحرام، أول أفعال النسك وهو الإحرام. طبعا سواء يعني، وذلك قال وإن عوفي بعد الإحرام، طبعا سواء أتم النسك أو لم يتم، فإنه في هذه الحالة يكون مجزئا عن المنوب عنه. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شرط خامس أو سادس، وهو المحرم للمرأة. وشرط المحرم بعضهم يفرده بشرط مستقل، وبعضهم يدخله في شرط القدرة، لأن القدرة هي حدود شرعية ومنها المحرم. طيب، قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم أو وجود محرمها. والدليل على اشتراط وجود المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب مع امرأتك فحج معها. فدل ذلك على أن المرأة يجب عليها أن تحج مع محرم. وبناء على ذلك لو أن امرأة حجت بلا محرم فنقول إن اشتراط المحرم شرط ماذا؟ لا، شرط المحرم مثل القدرة، شرط وجوب. فلو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، لو كان حج فريضة مجزئ لا شك مجزئ، ولكن الشرط إنما هو شرط وجوب، خفف الله عز وجل عنها فسقط عنك، خفف الحمد لله نعم من الله عز وجل، وهذا من تخفيف الله عز وجل. طيب، قول الشيخ محرم مع وجود محرمها، من هو المحرم؟ قالوا المراد بالمحرم ما وجد فيه أوصاف. الوصف الأول لا بد أن يكون ذكرا، وبناء على ذلك فإن الأنثى لا تكون محرما، الأنثى تنفي الخلوة في داخل البلد، وهذا تكلمنا عنها أظن لا ليس بالدرس، درس العمدة متى تكون مرأة في الخلوة، لكن لا تكون محرما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يكون المحرم مسلما، فغير المسلم لا يكون محرما. والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون عاقلا. إذن ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون ذكرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مسلما. الشرط الرابع نعم لا بد أن يكون بالغا، هذه أربعة شروط، بقي شرطان سأذكرها بعد قليل. والمراد بالبلوغ العلامات المعروفة مثل بلوغ 15 عاما أو الإنبات أو الاحتلام. وألحق بعض الفقهاء المتأخرين، وهو قول متجه، ألحق المراهق بالبالغ. المراد بالفقهاء عند قولهم المراهق أي قارب البلوغ. بعض الصبيان قبل البلوغ تجد فيه علامات أن بلوغه قد قرب، تجد فيه بعض العلامات التي تدل على قرب البلوغ، فهنا نقول إن هذا المراهق يلحق بالبالغ ما دام فيه علامات البلوغ من قوة الشخصية نوعا ما، طبعا ليست على إطلاق، أو نقول ليست على كمال، وإنما ترى فيه بعض المرجلة هذا ود. فلذلك أحيانا يكون ابن 11 ابن 12 قد يكون محرما إذا راهق، لكن قد يكون ابن 12 تجد شكل صغير كأنه أبو 6، هذا ليس مراهقا، فإذا راهق البلوغ ألحقه بعض أهل العلم. بقي عندنا شرطان، الشرط الأول الحرية، يقول فقهاء الحرية ليست شرطا، نص على ذلك المنتهى والإقناع وغيرها، فيجوز أن يكون العبد قنا مملوكا لغيرها مثلا أو لها إذا كان من أقاربها. الشرط الثاني أيضا أن بعض المتأخرين وهو ابن عطوة اشترط أن يكون المحرم بصيرا يرى،
لابد أن يكون محرم بصير. قال لأن المعنى من المحرمية الحفظ والرعاية والكفيف لا يقوم بذلك. هذا اشترط منه، والحقيقة أن الفقهاء غير لم يشترطوا. إذن هؤلاء هذه الشروط الخمسة التي تشترط في المحرم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر من هو المحرم، فقال هو أي المحرم زوجها، زوجها، كل من حكمنا بأنه زوج للمرأة يكون محرما لها ولو كانت في عدة طلاق من بينونة صغرى، يعني ما بعد بانت، ما زالت رجعية، ولو كانت في عدة طلاق رجعي، ولو كانت في عدة طلاق رجعي يعني من أولى أو الثانية، فإنه في هذا الحال يحكم بأنه زوجها، فيجوز أن يكون محرما لها يسافر بها ويحج بها ويعتمر، يجوز. وقد يكون هذا من متعة المطلقة، بعض الناس طبعا من السنة تعرفون أن المتعة سنة، يمتعها إذا طلق الرجل امرأة أن يعطيها مالا، يعطيها مالا متعة، فقد تكون المتعة يقول بدل ما أمتعها مالا سوف أحج بها وأعتمر، ممكن لأن فيها معنى مالية، لأن فيها مؤنة. طيب قال أو من تحرم عليه على التأبيد. قوله من تحرم عليه على التأبيد يعني تحرم، يحرم زواجها على التأبيد، يخرج من كان تحريمه على التأقيت، ومثل التي تحرم على التأقيت أخت زوجته فإنه يحرم الجمع بين الأختين، وعمتها وخالتها فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وكذلك يحرم الأجنبية أيضا. قد تقول الأجنبية هي محرمة عليك على التأقيت لحين الزواج أو العقد وهكذا. طيب قال بنسب أو سبب مباح. قول المصنف بنسب أو سبب مباح قصده إخراج ما إذا كان السبب محرما، فإن من النساء من يحرم تزوجها لأجل سبب محرم كأن تكون زانية أو فاجرة، هذه يحرم الزواج بها لأجل حرمة ذلك. ومن الأسباب أيضا ومن الصور أيضا الملاعنة، إذا لاعن الرجل زوجته لعنها فإنها تحرم عليه على سبيل التأبيد حتى لو أكذب نفسه أو هي أكذبت نفسها، ففي هذه الحالة تحرم عليه على التأبيد، لا يجوز له أن يتزوجها، فلذلك قوله بسبب المباح ليخرج الملاعنة وما كان من باب العقوبة. طيب قال وإن مات من لزماه أي من لزمه الحج والعمرة قبل فعلها أخرج من تركته، وقد ذكرنا الدليل على حديث ابن عباس في الرجل من جهينة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي أنه قال لم يحج حجة الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أباك ترك دينا أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. طيب قوله هنا انتبه هنا بس قيد نربطه بما سبق، قول الشيخ أخرج من تركته مثل ما قلنا في الحي، مثل ما قلنا في الحي إن الحي إذا عجز من أين يخرج عنه؟ من حيث وجبت عليه من بلده، فكذلك الميت فإنما يناب عنه من بلده من حيث وجبت عليه، من بلده التي هو فيه من حيث وجبت عليه. طبعا الفقهاء يعبرون هنا بس يعني باب يعني دقة الفقهاء، الفقهاء لما قالوا من حيث وجبت عليه لم يقولوا من بلده، لما؟ لكي يدخلوا صورة، لو أن امرأة مثلا أراد الحج مثلي أنا هنا نحن في الرياض وأراد أحدنا الحج وجب عليه، فلما وصل إلى الطائف مات وهو متجه إلى الحج، فيقولون هنا قطع نصف المسافة، فيجوز أن يناب عنه من الطائف لأنه وجب عليه آخر مكان وصل إليه أو عجز فيه إنما هو الطائف، فينيب عنه من الطائف، لذلك عبارة الفقهاء من حيث وجبت عليه أدق من قولنا من بلده، لندخل الصورة هذه التي ذكرها رحمهم الله. هنا بس مسألة أخيرة فقط، يعني أريد أن نربط الفقه مسائل بعضها ببعض ثم ننتقل للباب الذي بعده، الباب الذي بعده قصير. نحن ذكرنا أنه يجب الإنابة عن اثنين، من هما العاجز عن القدرة على الحج بالاستواء على الراكبة الركوب، فهنا يجب أن ينيب هو من ماله. الحالة الثانية من مات
من مات ولم يؤدي الحج أو العمرة، سواء كان يعني مقتدرا أو غير مقتدر. طبعا إذا مات وعنده مال فيجب أن يخرج، يجب أن يخرج من ماله، ويخرج قبل الثلث ثم الثلث ثم بعد الثلث يقسم على التركة. إذا قوله أخرجت من رأس المال، يجب أن نعرف أنها أخرجت من رأس المال ليس من الثلث. طيب، ما الفرق بين هذه الاثنين؟ في فرق سهل جدا، في فروق، لكن من الفروق لو أن امرأة تطوع بالحج عن هذين الاثنين. دائم كثير من الناس يقول بحج عنك يا فلان، أليس كذلك؟ سوف أعتمر عنك. نحن نتكلم كله في حج إيش؟ الفريضة، لا نتكلم عن حج النافلة، في حج الفريضة. فإن كان المرء عاجزا عن الركوب فقط بأن يكون مريضا، فيشترط في النائب المتطوع عنه أو الشخص الأجنبي الذي سيدفع أجرة المتطوع النائب، يشترط أن يأذن المنوب عنه، يجب أن يأذن. وأما إن كان فاقدا لعقله أو ميتا فلا يشترط إذنه. وهذه مسألة لماذا ذكرتها؟ لأن بعض الإخوان لما يتوفى ميت يحج عنه ويعتمر، جزاك الله خير، صحيح، ويسقط عن حج الفريضة، جزاك الله خير. لكن حينما يكون له أب كبير في الديرة مثلا في البلد، ويقول ما يستطيع أن يأتي البلد، إذا جاء يوم الحج يا والد الصلاة ترى حجيت عنك حج الفرض، نقول ما يجزئ عن الفريضة، لا بد أن تتصل عليه قبل أن تحرم، تدخل في النسك فتقول سوف أحج عنك، هيأذن لك، يجب أن ينيبك، لأن الحج هذا عنه وهو حج فريضة لا حج نافلة، فيجب أنك أنه ينوي، لا بد أن ينوي، هو ينوي الإنابة. وضحت المسألة؟ النافلة ما يشترط، النافلة يجوز أني الآن أجي وأقول لك يا شيخ سليمان اعتمرت عنك، لأن النافلة يجوز أن تعتمر عنه حتى لو كان صحيحا، ويجوز عن أن تنيب أن تنوب عنه ولو لم ينوي، هذه النافلة. أما الفريضة لا، يجب أن يستأذن. أيضا ستمر معنا وللبعض في الحج والعمرة، وللبعض حكم الكل، وللبعض حكم الكل، فمن دخل في النسك وجب عليه إتمامه، فمن أراد أن يعني ينوب عن امرأة أو شيخ كبير في الرمي، في رمي الجمار، يجب أن يستأذنه، يجب أن يقول سوف أرمي عنك الجمار حتى لو كان الحج نافلة. لماذا؟ لأن دخوله أوجبه عليه، أوجبه عليه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت هي الحدود التي توضع، والمواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. سنذكر هذه المواقيت بسرعة، ويجب أن نعرف ما هي فائدة هذه المواقيت. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول المواقيت وهو مواقيت المكانية. والفائدة من معرفة المواقيت المكانية أن من أراد أن يدخل في النسك فتعدى هذه المواقيت وأراد الإحرام فيجب عليه الرجوع إليها، فإن لم يرجع إليها فإنه يجب عليه دم، لأن الإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج كما سيأتي. إذن لا يجوز تجاوز المواقيت المكانية إلا بإحرام، وسيمر معنا بعد قليل صورتين إن شاء الله. إذن عرفنا الفائدة من المواقيت أنها لا يجوز مجاوزتها إلا بإحرام، فإن جاوزها بلا إحرام لزمه أن يرجع فيحرم منها، وإلا فإن عليه دم. طيب، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. طبعا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم هذه المواقيت، إلا اللهم ذات عرق، فقد جاء من حديث عمر، وجاء من قضاء عمر، وجاء من حديث جابر أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن عمر رضي الله عنه وافق قضاؤه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة معروف، كل من ذهب للمدينة اتصل بالمدينة، أصبح جزءا من مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذو الحليفة ما هو؟ هو واد، وادي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني ذو الحليفة، فهو وادي، فهو واد.
طبعا بعض الناس يسميه آبار علي، واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم، فذكر ابن حجر الهيتمي في الفتاوى أن بعض الناس يظن أن علي رضي الله عنه قاتل فيه الجن أو الشياطين فقتلهم، قال وهذا لا أصل له، ما لا أصل وإنما حتى ما له إسناد، ذكر ذلك الفتاوى الحديثية. وبعض الناس وجدت أن بعض المتأخرين ذكر معلومة لم أجد لها نصا في كتب التاريخ ولا الحديث، أن آبارها علي هذه إنما سميت على رجل من الولاة في دارفور اسمه علي، وهذه يعني ما وقفت عليها ولم يذكروها فيما أعلم. وابن حجر لما تكلم ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية لم يشر لهذا المعنى مطلقا، وهو قبل هذا الرجل، والتسمية قبل هذا الرجل بكثير، يعني هي قبله بكثير، فدل على أن هذه التسمية يعني أو أن هذا السبب ليس له يعني مستند تاريخي والعلم عند الله. قال وأهل الشام، المراد بأهل الشام هم كل من كان في شمال المدينة، فأهل تبوك وأهل الجوف كلهم يسمون من أهل الشام، كل هؤلاء يسمون من أهل الشام. ومصر أي بلاد مصر، والمراد بمصر هم كل من كان فوق سواكن، فوق سواكن، لأن ابن حجر عفوا لأن ابن دقيق العيد، هو ابن دقيق العيد من علماء الصعيد، ترجم له الأدفوني في الطالع السعيد بذكر نجباء الصعيد، ذكر أن الحد في المواقيت، نحن نتكلم مصر ليس مطلق مصر، مصر في هذا الباب من الذي يأخذ يعني الحكم هنا، أنهم الذين يأتون من أفريقيا ويكون ليس مقابلا لجدة، فجدة يقابلها سواكن، فما جاوزها إلى حين الجحفة ما زاد عنه ما قابل الجحفة من 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 الضفة اليسرى اللي هي الغربية تسمى أو من أفريقيا، ما كان أعلى منه كله يأخذ حكم مصر، حكم مصر في كلام الفقهاء في هذه المسألة، يعني تأخذ مصر وشمال السودان في النوبة يأخذ هذا الحكم، يأخذ هذا الحكم فيحرمون من الجحفة، سأذكر كيف كل إحرام بعد قليل. قال وأهل الشام ومصر والمغرب، كل من جاء بالبحر عن طريق المغرب، الجحفة، الجحفة هذه قرية كانت عامرة ثم هجرت ثم عمرت مرة أخرى، والآن أقيم مسجد في مقام في مكان هذه القرية، والآن معروف المسجد ويحرم منه أناس كثيرون، وقد بني وهو موجود هذا المسجد، قبل فترة لم يكن موجودا وإنما يحرم الناس من رابغ، ورابغ قريب منها بضع كيلوات، لكن الجحفة الآن حدد موضعها وبني فيها ميقات حسب القرية القديمة التي كانت موجودة. قال وأهل اليمن يلملم، المراد باليمن كل من كان جنوب مكة وخلف الميقات، فيحرمون من يلملم، فأهل جيزان وأهل الباحة إذا جاءوا من طريق الساحل كلهم يحرمون من أهل من يلملم. طبعا الباحة بعضهم يقول إن ميقاتنا من ميقات الطائف، ميقات الطائف هو ميقات نجد، ميقات نجد، فهم لأنهم مروا من غير ميقاتهم، لكن لو نزلوا مع الساحل فإنهم يمرون مع يلملم، فليس وادي محرم كما سأذكر بعد قليل ميقاتا خاصا بالطائف. قال وأهل اليمن يلملم، قلنا إنه واد واد واد. قال وأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، والمراد بأهل نجد نجدان، نجد الحجازي ونجد اليمن، فإن النجود في جزيرة العرب ثلاث، نجد العراق ونجد الحجاز ونجد اليمن، والفقهاء يقولون في باب الحج إن نجد الحجازي واليمن يحرمون من قرن، وأما نجد العراق فإنهم يحرمون من ذات عرق، فإنهم يحرمون من ذات عرق، نجد العراق مثل تبدأ من الكوفة إلى حائل ومنحوها، هذا تسمى نجد العراق، طيب التي نحن فيها الرياض هذا تسمى نجد الحجاز، وهناك نجد اليمن التي هي تقريبا بعض الوادي وبعض بيشة. قال طبعا وقرن المنازل أيضا وادي، وادي معروف يسمونه الآن السيل الكبير، يسمونه السيل لأنه وادي. قال وأهل المشرق ذات عرق، ذات عرق قيل إنها جبل وهو معروف، وقيل إنه واد بجانب الجبل وهو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين، وإنما سمي به فسمي ذات عرق، أي الجبل الوادي الذي بجانبه عرق. قال وهي لأهلها، طبعا أهل المشرق يشمل العراق ومن قارب ومن أتى منهم من خراسان وغيرها، قال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هذه مسألة مهمة في معرفة المواقيت، المواقيت أساسا جعلت لأهلها، ما معنى لأهلها؟ يعني من سموا، من سميناهم الآن، وبناء على ذلك يقول الفقهاء إن من مر على هذه المواقيت وجاوزها فلا يجوز له الرجوع إلا إليها،
أنا جاوزت من طريقي يلملم ولم أحرم، فإذا أردت الإحرام فيجب علي أن أرجع لنفس الميقات الذي جاوزته، هن لهن ولمن مر عليهن، فلمن مر عليه يكون واجبا عليه ولو لم يكن من أهلها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن من مر عليها من غيرهم تحتمل شخصين، تحتمل من لم يسمى من هؤلاء كأن يكون من اليمن فجاء من طريق الشام أو من طريق المدينة فيحرم المدينة، وتحتمل أيضا من كان من أهل مكة نفسها، أهل مكة يحرمون من مكة لكن لما خرجوا إلى خارج المواقيت فأرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من المواقيت، فإنهم يحرمون من المواقيت. وضحت المسألة؟ يعني أنا مثلا من أهل مكة وجئت للرياض هنا لعمل أو لغير ذلك، وأردت أن أذهب لمكة، وقت ذهابي إلى مكة كنت مريدا للإحرام، إحرام بعمرة أو بحج، فيقول الفقهاء يجب علي وإن كنت مكيا أو من أهل جدة أن أحرم من الميقات لأني مررت على الميقات وأنا مريد للحج والعمرة. وضحت المسألة؟ طيب، لكي نفهم ما معنى قوله يريد حجا أو عمرة، هذه مسألة مهمة لنفهمها. الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات. الذي يمر بالميقات سواء مر بسيارة أو مر بطائرة أو مر بسفينة، وسنذكر السفينة بعد قليل كيف المحادثة. الذي يمر بالميقات له ثلاث حالات: إما أن ينوي الإحرام فيقول، يعني يعزم في نفسه فيقول لبيك اللهم لبيك ويكون قاصدا الدخول في النسك، وأن ما كان حلالا عليه أصبح حراما، هذا ما في إشكال، أحرم من الميقات. الحالة الثانية أن يكون قد جاوز الميقات ومر عليه ليس ناويا للإحرام لكنه عازم عليه، سوف آخذ عمرة، سوف أذهب ثم آخذ عمرة، ثم آخذ عمرة، هذا يسمى عازم. مثلا يكون عنده عمل ولكنه عازم، ليس ناوي، عازم. هذا العازم كذا سماه الماوردي وفقهاء الشافعية، ويسميه الفقهاء النية الصغرى، يسمون العزم بالنية الصغرى، ليس ناوي لكن نية، ناوي يعني نية عزم. هذا العازم يقول الفقهاء يجب عليه أن يرجع إلى الميقات بلا إشكال، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات بلا إشكال. وفقهاء المذهب فقط، يعني خلاف الرواية الثانية، يقولون يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي جاوزه ولا يغيره. جئت من طريق المدينة ومررت بذو الحليفة فيجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة ولا تروح الطائف، السيل طريق الطائف. إذن أصبح عندنا حكمان، حكم متفق عليه وهو ماذا؟ أن من جاوزه وهو عازم وليس ناويا، الحكم متفق عليه ما هو؟ يجب عليه إذا أراد نوى النسك أن يرجع، وإن لم يرجع فإن عليه دم. وهل يلزمه نفس الميقات؟ المذهب أنه يجب عليه أن يرجع لنفس الميقات لأنه يسلم علقه به. الرواية الثانية أنه يجوز له أدنى الحل، أدنى المواقيت التي أقرب له أو ما شاء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: من جاوز الميقات ولا نية له ولا عزم، كأن يكون من أهل مكة هنا وجاء للرياض ثم رجع لمكة، لماذا رجعت؟ قال ذهبت لأهلي. رجل ذهب لمكة يريد شغلا لا يريد حجا ولا عمرة، فنقول هذا يحرم من حيث أنشأ، من حيث وردت عليه النية، في جدة يحرم من جدة، من مكة من أدنى الحل، وهكذا. طيب، بقيت عندنا صورة رابعة هي مندرجة في الثالثة. لو كان مترددا، يعني يقول يمكن أعتمر ويمكن لا أعتمر، يمكن أحج ويمكن لا أحج، وقد ذكرت لكم قاعدة في الزكاة تذكرونها: المتردد التردد في النية كلا نية، والأصل عدم نية الدخول في النسك، فيصبح الشخص من أي حالة؟ الثالثة، فيحرم من حيث أنشأ. وضحت الصورة؟
فهمنا الآن ما معنى مريد الحج والعمرة. طيب، فقال الشيخ: وهي لها ولمن مر عليها من أهلها. طيب، عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها. من لم يمر بالميقات ماذا يفعل؟ من لم يمر بميقات ما الذي يفعله؟ كيف يكون المرور بغير ميقات؟ صور: الصورة الأولى أن يكون عن طريق البر. الآن نحن تعرفون الذي يذهب من الرياض إلى مكة له طريقان: طريق السيل وطريق الهدى. طريق السيل هو الذي يوجد فيه الميقات، وأما طريق الهدى فلا ميقات فيه، ما في ميقات، هذا ميقات، هذا محاذاة، هذا واحد. مثال آخر: من جاء عن طريق الجو كيف تكون محاذيا؟ الأمر أو كيف تكون، ما مرت الميقات، فوق المواقيت. الحالة الثالثة: من جاء عن طريق البحر. وكيف يأتي الناس عن طريق البحر؟ إما أن يأتوا من شمال البحر الأحمر أو من جنوبه، إما من الشمال أو من الجنوب. طيب، نقول إن من لم يمر بالميقات له حالات. الحالة الأولى أنه إذا حاذ الميقات أحرم. وكيف تكون المحاذاة؟ المحاذاة بأن يرى الميقات، بأن يرى الوادي فيمر على الوادي. احنا قلنا أن المواقيت ماذا؟ جل المواقيت ماذا؟ وديان، جلها وديان. فإذا حاذ الميقات كان بجانبه ويمشي فأصبح الوادي بجانبه، نقول أنت الآن محاذ للميقات. ولا تلزم المسامتة، ما يلزم بالملي تجعل خط. وقد حكي اتفاق أنه ما تلزم المسامتة، وإنما يلزم المحاذاة. يعني لو تقدمت قليلا تأخرت قليلا إنما هو مرجعه لظنك، مرجع ترى مثلا مسجد بجانبك بعيد وهكذا. طيب، نطبق هذا على الصورة اللي ذكرناها قبل قليل. بالنسبة لوادي محرم، الناس يسمون وادي محرم اللي هو السيل، الذي هو ماذا؟ قرن المنازل، اللي هو قرن المنازل يسمى السيل الكبير. هذا السيل الكبير الوادي الذي يمشي عليه يسمونه وادي محرم. ماذا فعل أهل العلم من قديم؟ هذا كان ليس قريبا، قديم، وأكد المشايخ لما ذهبوا قبل 40 سنة أو 50 سنة، نظروا لمصب هذا الوادي السيل الكبير من يصب، فمشوا مع مصبه حتى وصل إلى الخط، فوجدوا أن هذا المحل هو مصبه. تشمل مصب شيخنا؟ يعني السيل يجي من فوق يحدر، يجي من فوق ينزل تحت، فوج سمي شيخي؟ لا، مصبه جعل في الجنة، يعني مصبه من فوق مجمع ينزل تحت ثم يصب في البحر الأحمر، معروف إما أو يصب في الصحراء، الأودية إما شرقية أو غربية، إنه هو يصب شرق. فنظروا إليه فوجدوا محاذاة باعتبار الوادي. وإلا أنت لو نظرت عن طريق الحساب، عن طريق الجي بي إس، هذا اللي يسمونه الحاسب الإلكتروني، ستجد أن وادي محرم أقرب من السيل، أقرب، لكنه هو محاذ له. نظروا للوادي لأن هذه المحاذاة مروا بالوادي، فاعتبروا المحاذاة بالوادي. إذن هذه الصورة، إذن المحاذاة القرب بالنظر، البعد بالمرور بالوادي. بالنسبة للبحر، الفقهاء يقولون من مر بالبحر إنما تكون المحاذاة لواحد من اثنين فقط: إما أن تكون للجحفة وهي قريبة من البحر، وإما أن تكون ليلملم، إما لقرية الجحفة وهي رابغ أو قريبة من رابغ، وإما أن تكون من يلملم. يقول إن من جاء من البحر فإما أن يكون جاء من الشمال أو من الجنوب أو جاء من الغرب، وحين الثلاث ما يجلم هذا البحر أو الجو، طبعا هذه الجهة، طبعا الجو الشرقي محاذاة. فإن كان جاء من الشمال كأهل مصر فيجب عليه أن يحرم من محاذاة الجحفة، هي رابغ، يجب عليه أن يحرم، لأن الشخص إذا كان في الساحل قريبا فسيرى الجحفة بجانبه، ولذلك ينظر محاذاة، يعني قبل أن يصل إلى جدة لنقول بأقل من ساعة يجب أن يحرم. ومن جاء من البحر من جهة الجنوب، كأن يكون جاء من اليمن أو جاء من شرق آسيا، السفن تأتي من شرق آسيا، فإنه يكون محاذيا ليلملم. وأما من جاء من مطلق الغرب وهم سواكن،
فقد ذكرت لكم عن ابن دقيق العيد الإجماع يعني ما في خلاف أنه يحرم من جدة، لأنه لم يحاذي لا الجحفة ولم يحاذي طابق. ومثلها الخطوط الجوية، الخطوط الجوية إن كانت ستحاذي أحد المواقيت فتحرم منها، إلا أن تكون جاءت من وسط أفريقيا مقابلا لمن وسط أفريقيا، شمال أفريقيا يعتبر سواكن لبورسعيد، لا مو بورسعيد، بورسودان، بورسودانية إيه؟ فهي حينئذ يحرم من جدة وغيرهم فلا. وضحت المسألة، أرجو أن تكون كذلك. طيب انتهينا الآن بمعنى المحاذاة. الحالة الثانية قلنا معنى وشيء أن يكون يحاذيه، الحالة الثانية أن يكون يحاذي اثنين. قالوا إذا حاذ اثنين فينظر الأقرب منهما، يقول أنا مرت بالواديين سيلتقي الواديان هنا مثلا، وهذا دائما تتحقق بين السيل مثلا وذات عرق لأنها ليست بعيدة من بعض، فنقول ينظر الأقرب له هو. ومثال ذلك الخط الذي يخرج من جدة من المدينة متجه إلى مكة، فإنه سيمر قريبا منه الجحفة وسيمر منه الثاني، فنقول يجب عليه أن يحرم، عفوا سيمر منه الجحفة سيمر منه ذو الحليفة، يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة لأنه الأقرب إليه. ثم الحالة الثالثة يقولون أنه إذا تساوت في القرب إليه نظر إلى القرب من مكة، فما كان أبعد عن مكة يحرم منه، فإن لم يحاذي أي ميقات من المواقيت فإنه يحرم بمقدار مرحلتين، بمرحلتين وهو يعني أبعد المواقع أقرب المواقيت لمكة. طيب يقول الشيخ ومن حج من أهل مكة فمنها، أهل مكة يحرمون من مكة نفسها، وعمرته أي عمرة أهل مكة من الحل، لما جاء أن عائشة رضي الله عنها أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من الحل. يقول وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وفائدة معرفة أشهر الحج مسألتان، المسألة الأولى معرفة ابتداء هذه الأشهر، فمن أحرم بالحج، نبدأ في فائدة معرفة ابتدائها، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه، لم يصح إحرامه فينقلب إلى عمره أو يعيد الإحرام مرة ثانية. هذه الفائدة الأولى في معرفة ابتداء أشهر الحج، لو أن واحد آخر يوم من رمضان قال أنا أحرم في الحج ولبس الإحرام سيبقى على إحرام الحج، نقول أصلا أنت لست محرما بالحج، إما أن ترجع وتعيد إحرامك وإما أن تتحلل بعمرة ثم يعني تحرم أو لا تحرم أنت حر. إذن عرفنا الآن الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهذه مهمة جدا لنا، جدا مهمة، أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة ثم حج من سنته نفسها فإنه يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا، والعبرة بالإحرام. يعني رجل سيأتي بعد قليل ما لم يفصل بينهما بمسافة قصر، رجل يوم العيد ثاني يوم العيد من شوال أخذ عمره، عمره عن أبيه أو عن نفسه، وجلس في مكة لم يخرج منها، لما جاء الحج قال لبيك اللهم حجا، قال لبيك اللهم حجا، فنقول أصبحت متمتعا، أصبحت متمتعا، إلا أن تفصل بين الحج والعمرة بالخروج مسافة قصر بأن ترجع، وسنتكلم عنه بعد قليل، والمذهب أنك لو رجعت الميقات وأحرمت بالحج من الميقات أصبحت مفردا، سيأتي بعد قليل. طيب هذه فائدة بداية الحج. فائدة نهاية الحج أشهر الحج أننا نقول أن من لم يأتي بالوقوف بعرفة في أيام الحج هذه، من لم يأتي بأول أفعال الحج وهو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر في أيام الحج فإنه لا يصح حجه، ولذلك يسمى فوات، من فاتته أيام الحج فإنه يسمى فوات. طبعا هنا نكتة فقط للانتباه، يوم عرفة متى يكون؟ التاسع، أليس كذلك؟ وهنا يقول عشر من ذي الحجة، أنا قلت لكم يجب أن يأتي به في أشهر الحج، طيب باقي يوم كيف نحل هذا الإشكال؟ لأننا نقول أصلا الوقوف بعرفة والليلة التي بعدها، بالضبط الليلة التي بعدها يجوز الوقوف بعرفة، يجوز الوقوف بعرفة في الليلة حتى يطلع الفجر، النحر خلاص انتهى، إذا طلع فجر النحر انتهى وقوف بعرفة، إذن ففي يوم العاشر الليلة السابقة له يوجد عمل يتعلق بالحج والوقوف بعرفة. نعم. يقول الشيخ باب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر
أنواع الحج والأنساك، فقال الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك، هذا الإحرام هو ركن من أركان الحج، ومن لم يأتي به لم ينعقد حجه أساسا، مهما أتى من أي بأي عمل من أعمال الحج ما لم يأتي بالإحرام فلا ينعقد نسكه، فلا بد من الإحرام. وقول الفقهاء إن الإحرام ما هو، أشكل على الفقهاء تعريف الإحرام، فبعضهم قال الإحرام هو النية، نية النسك، وقال بعضهم هو أن يعتقد ما كان حراما حلالا عليه أو أن ينوي، فقالوا كيف يعبر بالإحرام عن النية، كيف يعبر عن الإحرام بالنية، فالنية هي جزء من الإحرام وليست هي الإحرام، الإحرام شيء آخر. ولكن الحقيقة يعني المقصود لو أردنا أن نخوض في هذه الإشكالات الفقهية ربما لا نخرج بفائدة كبيرة، لكن المعنى واحد متفق، الفقهاء متفقون على أن الإحرام هو أن ينوي الدخول في النسك، بأن ينوي أن ما كان حراما عليه ما كان حلالا عليه أصبح حراما، وأنه يلزمه إتمام هذا الحج وفعل أنساكه. طيب، يقول الشيخ سن لمريده، بدأ بما يسن قبل الإحرام، فقال سن لمريده غسل، أي يغتسل من أراد الحج ولو كانت المحرمة امرأة حائضة. ودليل ذلك ما جاء من حديث مسلم من حديث جابر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست، يعني حاضت عند الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، فدل ذلك على أن الاغتسال مشروع حتى وإن لم يكن وإن كان الشخص محدثا، وهنا الاغتسال إنما هو لتخفيف الحدث لا لرفع الحدث. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وأبي داود بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أهل بالحج، فدل ذلك على أن الاغتسال مسنون عند إرادة الإحرام. يقول الشيخ أو تيمم لعدم، هذه جملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن هذه زادها المصنف، والأصل أن أبا محمد بن قدامة لم يذكر هذه الكلمة، بل نقلوا عنه أنه لا ينوب التيمم عن الغسل، لأن الغسل هنا ليس لرفع حدث. رأي أبي محمد بن قدامة يقول إن الغسل هنا ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم، مثل الغسل الجمعة ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم. ولكن المصنف الشيخ موسى الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله زاد هذه الجملة، قال إنه يلزم التيمم لمن عجز عنه، ومشى عليه كثير من المتأخرين، بناء على أنه نوع من التطهر، وجرت العادة أن التيمم من عجز عن تطهر ناب عنه التيمم. وهذه المسألة يعني الخلاف فيها واسع، والمتأخرون مختلفون أيضا عن رأيين، ولعل الأقرب من الرأيين دليلا وضبطا لقواعد المذهب أن التيمم لا يشرع هنا، والفقهاء متأخرون أيضا لهم مسلكا. هنا قول الشيخ تيمم لعدم فقط، يعني بس أعلمكم يعني أن عيب المختصرات الألفاظ، وبعض الشراح والمحشين إنما يعيبون الألفاظ ويشغلون بها الطلاب، لكن نذكر هذه العبارة لنعرف كأمثلة. بعض الشراح طبعا ليس على الزهد وإنما على غيره من كتب اعترضوا على عبارة أو تيمم لعدم، قالوا لأن أحيانا قد يكون الشخص ليس عادما عدما حقيقيا وإنما هو عدم حكمي، وذلك قالوا إن الصواب أن يقول أو تيمم لعذر، من لم يجد الماء برد شديد، فقال إن العذر يكون أولى من قوله لعدم. طبعا يعني وهذا أيضا يعني غير مقبول، لأن العدم يشمل عدم الحكم والحقيقي. هنا بس قبل أن ننتقل لكلمة وتنظف، قوله غسل إحنا قلنا أن هذا غسل إيش، لا يشترط إيش، ليس لرفع الحدث وإنما للتنظف. وبناء على ذلك لو أن امرأة اغتسل وقبل أن يلبي بالحج أو بالعمرة أحدث، خرجت منه ريح، نقول لا يسن لك أن تتوضأ، ما يسن لك، المقصود أن تتنظف قبله وليس المقصود أن تطهر، ولكن نحن قلنا لا يشرع التيمم، وهذا هو الأقرب والأنسب للقواعد الفقهية والأدلة الشرعية. قول الشيخ وتنظف، المراد بالتنظف أمور، وهو استحباب من الفقهاء، باب استحباب فقط، الدليل هو الاغتسال. التنظف أحيانا يكون بإزالة الوسخ من البدن، بأن يستخدم الشخص شيئا يزيل الوسخ كإشنان، وفي وقتنا الصابون والمطهرات، وأن يدلك جسده. الأمر الثاني من التنظف أن يزيل المرء عنه الشعر الزائد، وأن يقلم أظفاره، فإن إزالة الأظفار من النظافة،
وإزالة الشعر الزائد من الإبطين والعانة ونحوها من النظافة، وهذا مستحب استحبابا من الفقهاء من باب دخوله في التنظف، بناء على أن المشروع أن مشروعية الغسل لأجل التنظف، إذن كل ما دخل في التنظف وكمال التجمل فإنه مشروع. وكما قلنا إن الغسل يوم الجمعة لأجل التنظف، ولذلك دخل فيه التطيب ودخل فيه التجمل والتسوف وسائل أنواع التنظف، فكذلك نقول إنه عند الدخول في المسك. يقول الشيخ: وتطيب، الدليل على أن تطيب مسنون عند الإحرام حيث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند إحلاله وعند طوافه بالبيت. قوله وتطيب، المراد بالتطيب هو ما كان على البدن. السنة أن يكون التطيب في الإحرام في البدن، ويخص منه مواضع يسمونها يعني مواضع تخرج منها الريح كالآباط ونحوها، هي التي المغابن، أحسن تسير المغابن، هي التي تستحب أن تكون فيها، لأنه يكون مواضع يعني الرائحة، هو مقصود من الطيب إزالة الرائحة. أما الثوب، انظر معي، أما الثوب مشهور المذهب، فقط أبين لكم المذهب وسأبين لكم الرواية الثانية يعني باب عشان نضبط. مشهور المذهب أن تطيب الثوب مكروه وليس حراما، أن تطيب الثوب مكروه. قالوا لأن عائشة قال طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الثوب ويشمل البدن، لكن لما هو مكروه؟ قالوا لاحتمال أن يكون الطيب على الثوب وبعد الإحرام يأتي للبدن، فيكون كأنك طيبت بدنك. طيب انظر معي، ما الذي بناه الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم إنه مكروه تطيب البدن، تطيب الثوب؟ يقول الفقهاء: لو أن امرأة طيب رداءه ثم خلعه بعد الإحرام، إذا لبسه سيكون قد أنشأ لبسا جديدا، ويكون اللبس ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ طيب. فيقولون إذا خلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه إلا أن يغسله، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي قول الآجري عليه رحمة الله أن طيب الثوب غير مشروع بالكلية، وهو الأقرب، هو الذي يعني عليه الفتوى. فقط أنا أردت فقط لكي، وإن كان ليس منهجي أن أذكر الخلاف، يمنع منه، ليس محرم لكن يمنع منه، الجزم بالتحريم صعب شوي، لكن أظن أنا ترى مسألة بعيدة عن ذهني، هي من زمان ذهني. كلام الأجري نقل في الإنصاف أنه أظن أمر قابل التحريم، أظن قابل التحريم أظن، لكن على تراجع المسألة، نسيت. طيب إذا وضحت السم، الطيب ما طيب ثوبك، الثوب اللي هو الردة أو الإزار، الجسم طيبه ما يضرك. طيب نعم. يقول: وتجرد عن مخيط، سيأتي إن شاء الله التجرد عن المخيط بعد قليل، والدليل على أن التجرد عن المخيط واجب. طبعا لما قال وتجرد عن المخيط يعني هو قوله وتجرد عن المخيط قال سنة، يريد لك أن يبين لك نوع المسنون، لأن المحظور سيأتي بعد قليل. قال: وتجرد عن مخيط في إزار، أي المسنون هو لبس الإزار، في إزار ورداء أبيضين. المشروع من حج أو اعتمر أن يلبس إزارا ورداء، هذا هو المشروع، وأن يكون أبيضين، لأن أفضل الثياب البياض. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد أحرم في ثوبين أبيضين، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كفن في ثياب بيض كما مر معنا في كتاب الجنائز. فالثياب البيض والغتر البيضاء أفضل ولا شك من غيرها من الملون، لكن يجوز غيرها من الألوان الأخرى، وتكلمنا عنه في درس آخر غير هذا الدرس. طيب. قال: وإحرام عقب ركعتين، أي ويستحب أن يحرم عقب ركعتين. وقوله ركعتين لا يدل على أنه ليست ركعتين مخصوصتين بالإحرام، فكل صلاة تجزئ عنه، فقد تكون فريضة وقد تكون نافلة وقد تكون من السنن المطلقة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل أتاني وقال: صلي في هذا الوادي المبارك. وجاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ثم أحرم. المسجد أي في موضع السجود، وقد ذكرت لكم أن كلمة المسجد يعني موضع السجود، ويصدق عن مكان المبني. وقيل إن قول جابر صلى في المسجد أي المسجد الذي بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ركعتين تشمل الفرض والنافلة،
طيب إذا أحرم المرء في وقت نهي عن الصلاة فيه وهي أوقات النهي الخمسة، فنقول إن هذه السنة لا تشرع، لأن أوقات النهي الأصل فيها أنه لا يصلى فيها ذوات الأسباب، أن لا يصلى فيها ذوات الأسباب. قال ونيته شرط، أي ونية الإحرام شرط، وقلنا معنى النية هو أن ينوي الدخول في النسك. ويستحب قوله، أي ويستحب للمحرم رجلا كان أو امرأة مريضا أو صحيحا أن يشترط، ويكون اشتراطه بقوله اللهم إني أريد نسك كذا فيستره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل عليه حديث ابن عباس أن ضباعة بن الزبير رضي الله عنها لما أرادت أن نحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك ما اشترطتي. وقول المصنف قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيستره لي، هذا من سؤال المرء الإعانة والتوفيق لله عز وجل. والحقيقة أني يعني لا أدري ما هو أصل هذا الدعاء، والأصل في الأدعية التوقيف، ولكني لم يعني أراجعه، لعلي أراجعه وأرد لكم فيما بعد ما هو أصل هذا الدعاء. يقول الشيخ وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة أنواع، تمتع وقران وإفراد. وهذه وقول الشيخ أفضل الأنساك يدلنا على فائدة، أي أن الأنساك يجوز لك أن تفعل ما شئت من الأنساك الثلاثة، يجوز لك من غير كراهة فعل أي ما شئت من هذه الأمور الثلاثة. قال أفضلها التمتع، والدليل على أن التمتع هو الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يتمتع، أن يحل بعمره ويتمتع، فدل على أنه هو الأفضل. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت بعمره، فدل على أن التمتع هو الأفضل. قال الفقهاء ثم يليه الإفراد، الإفراد هو الذي يلي التمتع. لما؟ قالوا لأن الإفراد فيه عمل للعمرة منفصل عن عمل الحج، فيه عمل منفصل للحج عن العمرة. ثم يليه، أي يلي الإفراد القران، ثم يليه القران طبعا لمن لم يسق الهدي. فهذا طريقة ترتيبهم المذهب، التمتع ثم الإفراد ثم القران. العجيب أن الأنساك ثلاثة، والخلاف في ما هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة يصل إلى 20 قول. هي ثلاثة أنساك رتبوها، مرة يقول لك كذا كذا، وصلت إلى أكثر من 20 قول، والأنساك ثلاثة. وهذه من خلاف الفقهاء والعموم وعلى العموم. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن الأمر فيه سعة والله الحمد. ولو قيل للناس كلهم كونوا على هيئة واحدة لكان فيه مشقة. ولذلك يقول بعض مشايخنا، يقول إن من رحمة الله أن من أكثر أبواب الفقه خلافا كتاب الحج، لكي يكون رحمة للحجيج، فيأخذ بعض الناس السنة في نظره فيؤجر عليها أجرا تاما، فيكون عمله فيه تخفيف على غيره. وهكذا هؤلاء يأتون في مزدلفة، وهؤلاء يرون أن القيام في مزدلفة سنة، وهؤلاء إلى نصفه. ولكن المذموم أن تأخذ من كل مذهب رخصه، وأن تبحث عن شواذ العلم، هذا هو المنهي عنه. كما قال الأوزاعي فقيه بيروت، لم تخرج بيروت لا قبله ولا بعده فقيها مثله، وهو أحد أئمة المتبوعين عليه رحمة الله. قال من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. وجاء أنه قال تزندق، تزندق معناه لا لم يرد الدين وإنما أراد البحث عن الرخص. طيب يقول الشيخ وصفته، أي صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا اللي قلناه قبل قليل، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى يبدأ أشهر الحج؟ من أول يوم من شوال. شوف عندي، انتبه لهذه القاعدة المهمة، الفقهاء يقولون والاعتبار بالإحرام، عفوا أو نقول نعم نقول والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي أدى فيه النسك. سأعطيكم وعيدها بأسلوب آخر، نقول لما قلنا أن يؤديه في أشهر الحج، نقول والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي أدى فيه النسك. بصياغة أخرى نقول العبرة في العمرة بالإحرام لا بباقي الأفعال. معنى ذلك أن من أحرم بعمرة الحج بالعمرة وأداها، أحرم وأداها في شهر شوال ثم حج من سنته تلك، فإنه يكون متمتعا. من أحرم في رمضان ولم يؤديها إلا في شوال، تكون عمرته في رمضان ولا في شوال؟ في رمضان.
إذن العبرة بإيش؟ بالإحرام. وهذه لها فائدة أخرى، بعض الأخوان يذهب إلى مكة من شعبان ويحرم قبل أذان المغرب، بكرة احتمال رمضان واحتمال ما يكون رمضان، فإن قيل إنه رمضان أخذ عمرته. على قاعدة الفقهاء هل تكون عمرته في رمضان؟ لا، لأن عندهم أن العبرة لابد أن يكون الإحرام. طيب شوف الثاني، رجل أحرم قبل أذان المغرب من ليلة العيد وأداها ليلة العيد، نقول أحرم في رمضان، يرجى له، ألك الله كريم سبحانه وتعالى، يرجى له، المفروض أن يكون مجموع الاثنين، لكن نقول له أحرم في رمضان، يكون حكم رمضان، عمرة رمضان. ولا تستغرب هذا الشيء، أنا سئلت العام رجل يقول أحرمت قبل رمضان بليلة، أخذت عمرة ومكثت في مكة إلى الحج، هل أكون متمتعا أم قارنا؟ يعني لا تظن أن هذه الصور فقط في الذهن، أنا سئلت عنها العام أو قبل بضعة أشهر. طيب يقول الشيخ نعم، ويفرغ منها، يعني وينتهي منها، ثم يحرم بالحج من عامه. قوله ويفرغ منها ليخرج القارن، لأن القارن لا يفرغ من العمرة وإنما يدخل العمرة بالحج. قال ثم يحرج بالحج، ثم يحرم بالحج من عامه، يعني في أشهر الحج من السنة نفسها. قال وعلى الأفقي دم. الحجاج نوعان، أفقي وحاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام فهو من كان مستوطنا لمكة أو بينه وبينها مسافة قصر، وأما الأفقي فهو من ابتعد عن مكة مسافة القصر، من كان عن مكة مسافة قصر. من هو مستوطن مكة؟ تكون باب الصلاة، من هو المستوطن؟ طبعا الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، مفهومه أن من لم يكن حاضر المسجد الحرام فعليه دم التمتع والقران. من هو المستوطن؟ من كان هو وأهله، أحسن، الذي تكون زوجته معه مستقر استقرارا دائما في مكة هو المستوطن. الذي يأتي لمكة ويعمل سنة أو سنتين أو ثلاثا أو خمسا، أين زوجتك؟ قال والله في الرياض أنا أعمل بس شغل، أو في الديرة، نقول أنت مستوطن أم لست مستوطنا؟ أنت ماذا؟ مقيم، أحسنت، أنت مقيم لست مستوطن. المستوطن الذي يأتي هو وزوجته فيقيمان في مكة أو يبتعدان عن مكة مسافة قصر، فهذا لا فدية عليه، يعني فدية دم تمتع ولا قران. وضحت المسألة؟ إذن عرفنا من هو المستوطن. أو كان بينه وبينها مسافة قصر، وقلنا إن مسافة القصر كم؟ تقريبا 8 كيلو، اللي هو كم؟ 4 فروج. طيب الجدة الآن كم تبتعد عن مكة؟ تبتعد 60 كيلو أو أقل بعد. وذلك صدر فتوى من المشايخ أن جدة ومكة ليس بينهما مسافة قصر، وعلى ذلك فتغيرت مكة، كبرت مكة، وعلى ذلك فجدة الآن، أهل جدة، من هو أهل جدة؟ أنا أركز على هنا، أهل جدة الذي هو وزوجته مقيم وأبنائه مقيم في جدة. قد أنا أعمل في جدة مدرس مثلا، لكن زوجتي وضعها في الرياض، إذا لست من أهل جدة، أنا وزوجتي وأبنائي، إذا أهل جدة لا دم تمتع ولا قران عليهم، لأنهم من حاضر المسجد الحرام، لأنهم يبتعدون عن مكة مسافة قصر. قديما كانت مكة صغيرة جدا، حتى إنهم يقولون، يعني كان الفقهاء تستغرب، يعني سبحان الله تغير العالم، الأثر الجغرافي كبير جدا. الفقهاء يقولون حتى وإن كان دون الحرم، شوف دون الحرم، الآن مكة جاوزت الحرم، أصبحت في الحل، جزء من مكة في الحل، يقول من كان في الحرم وبينه وبين مكة مسافة قصر فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام. في الحرم الآن، مكة أخذت الحرم وزادت، جمعت من القرآن خارج مكة، خارج الحرم، عرف الآن مكة تتعدها بعد فترة. إذن تغير الزمان يؤثر في تغير أوصاف المدن والمناطق. إذن عرفنا من هم حاضر المسجد الحرام، نعم، إذن عرفنا الأفقي ما هو دليله، وعرفنا ذلك ما معنى حاضر المسجد الحرام، وعرفنا أيضا من الذي يسقط عنه الدم. يسقط الدم عن اثنين، يسقط أولا عن حاضر المسجد الحرام، ويسقط أيضا عن من كان بينه وبينه مسافة قصر. طيب هنا أيضا يسقط مسألة أخرى، هذه مسألة مفيدة، نحن قلنا من أخذ العمرة والحج في أشهر الحج فإنه يجب عليه ماذا؟ دم، أليس كذلك؟ يقولون
لو فصل بين الحج والعمرة بالانتقال مسافة قصر، بالانتقال عن مكة مسافة قصر، سقط عنه وأصبح مفردا ما لم يرجع بإحرام. وضحت المسألة؟ ما لم يرجع بإحرام جديد بعمرة طبعا. فعندهم أن المتمتع لو ذهب إلى جدة ورجع لم ينقطع تمتعه، لو ذهب إلى الطائف انقطع تمتعه، لأن الطائف مسافة قصر وتجاوز الميقات. أحسنت يا شيخ. طيب، قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج، يعني امرأة أحرمت بالتمتع، أحرمت متمتعة، والمتمتع يأخذ العمرة، ولكنها حاضت، قالت: ما يمكنني أن أدي العمرة بالطواف، لأن لا يجوز المرأة الحائض أن تطوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي. فخشيت فوات الحج، قالت: لو طهرت حتى أخذ العمرة سيفوتني الوقوف بعرفة. أحرمت به، أي أحرمت بالتمتع، تحرم ونيتها التمتع، وصارت قارنة، تصير قارنة حكما، تصير قارنة حكما. ومثله من يحرم بالتمتع، شوف، من يحرم بالتمتع ويزحم بطريق، يعني مثلا رجل جاء اليوم الثامن يريد أن يذهب متمتعا على القول بجواز الإحرام اليوم الثامن بالتمتع، لما وصل الحرم وجد زحمة وخشية من الزحام أنه ما يمكن أن يقف بعرفة، نقول: حتى غير المرأة من زحم أو مريضة وخاف فوات الحج يحرم بالتمتع ثم ينقلب إلى قران، ينقلب إلى قران. ثم ذكر الشيخ سنة فقال: وإذا استوى على راحلته، قال يعني بدأ بالتلبية، وهذا يدلنا على أمرين: أمر الأول أن التلبية سنة وليس واجبا، إنما الواجب النية. الأمر الثاني أن وقت التلبية عند الاستواء على الراحلة، يعني حينما تخرج من الميقات وتصلي وتركب السيارة تبدأ بالتلبية، تقول: لبيك اللهم لبيك، تقول: لبيك اللهم لبيك. طبعا دليل ذلك أن ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته لبى عليه الصلاة والسلام، قال يقول أو قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر كما قلت لكم. الزيادة على هذه التلبية يقول يجوز، يجوز الزيادة عليها. ذكر الشويكي وحده وهو من فقهاء الحنابلة في دمشق أنه يجوز ولا يسن الزيادة، والحقيقة أن هذا الكلام منه غريب جدا عليه رحمة الله، بل الصواب أنه يستحب الزيادة عليها، لأنها ثبت فعلها عن الصحابة، مثل لبيك وسعديك والخير بيديك ونحو ذلك من الألفاظ ثابتة عن الصحابة، والصحابة لا يقولونه إلا بمعنى التوقيف، فالأقرب أن نقول ويجوز ويشرع الزيادة عليه. قال: يصوت بها الرجل، لما جاء في حديث خلاد بن السائب رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي بسند جيد. قال: وتخفيها المرأة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وإنما تسمع نفسها والنساء التي بجانبها ورجال المحارم فقط من غير رفع صوت. وهنا نكتة فائدة فقهية، أن صوت المرأة ليس بعورة بإجماع أهل العلم، ولا يكون عورة إلا كما قال الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول. والمراد بالخضوع بالقول أحد أمرين: إما الخضوع باللفظ أو الخضوع في الصوت. فأما الخضوع باللفظ فأن تتكلم المرأة بكلام لا يليق، كأن تقول بكلام ما يجوز أن يقال لغير زوج أو قريب من أحد، فهذا خضوع باللفظ. والنوع الثاني الخضوع بالصوت وهو الترقيق، ومنه التغني، ومنه إمالة الصوت، ومنه أحيانا رفعه، أحيانا قد يكون أحيانا في الرفع ترقيق. ولذلك نص فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله أن المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن على رجل بالتغني، وإنما تقرأه بصوتها المعتاد، قال: لأن التغني فيه ترقيق للصوت. وهذا هو الضابط في، ولا الأصل أن صوت المرأة ليس العروة، لذلك لماذا يعني تخفيه المرأة؟ لأن رفعه ينسب يعني يناسب أن يكون فيه خضوعا من حيث تنعيم الصوت. كان بودي نتكلم عن محظورات الإحرام أو بعضها، ما يمدينا الآن. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.